السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول كورس في مجموعة السيريز الكورسات بتاعة لينكس فور Embedded Systems. الكورس الأولاني هيبقى اسمه Introduction to Embedded Linux. الكورس ده إن شاء الله هنتكلم على مجموعة من المبادئ الأساسية. نتكلم عن يعني نعرف يعني إيه Embedded أساسا، نعرف إيه الفرق بين الـ Embedded System وبين الـ Systems التانية، ايه الرول بتاع الاوبريتنج سيستم، ايه اشهر الاوبريتنج سيستمز اللي بتستخدم في الامبيدد سيستم، نتعرف شوية على الاوبن سورس سوفت وير ومنها اللينكس اوف كورس، نعرف ايه الاوبن سورس اوبريتنج سيستمز اذر ذان اللينكس، وبعدين نبتدي نركز شوية في اللينكس، نعرف شوية حاجات عنه، تاريخه ظهر ازاي، ايه مميزاته، وبعدين بعد ما نفهم التفاصيل دي نبتدي ننستول مع بعض لينكس على الماشين بتاعتنا، لان احنا الكورسات هيبقى فيها جزء كبير جدا منها هاندز اون، وبالتالي هبقى محتاج انكم انتوا عندكم على الماشين بتاعتكم في لينكس انستولد. وبعد ما ننستوله هن اكسبلور شوية اليوزر انترفيس بتاع لينكس. باختصار كده الكورس ده الهدف منه ان انا نتنقل من نقطة الصفر اللي هي ما نعرفش لسه حاجة خالص عن اللينكس او embedded system، الى ان احنا خلاص عرفنا مجموعة من الباسوردز او عرفنا مجموعة من التفاصيل، عرفنا مجموعة من المبادئ اللي احنا نعرف نتعامل معاه، وحطيناه على الماشين بتاعتنا واكسبلورد شوية اليوزر انترفيس وابتدينا نتعامل معاه، مبقاش مجهول بالنسبة لنا. ده الهدف من الكورس. الكورس في مجموعة من المحاضرات حاولت اخليها قصيرة عشان ما تزهقوش، فخليت كل عدد المحاضرات يعني اكتر، بس حجم طول المحاضرة قصير، طبعا ديبيندز على محاضرة لمحاضرة، بس بحاول اخليها في مجال ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، عشان يبقى المحاضرات قصيرة. الكورس ده برضو قبل كده احب اقول ان هو ما مش محتاج اي prerequisites، اي حد ممكن يتفرج على الكورس ده، ما فيهوش اي development، هو مجرد مجموعة من المعلومات العامة، ويعني اي حد ممكن يبتدي من from scratch، يبتدي يخش في الموضوع انه يتابع الكورس ده. اتمنى انه ان شاء الله يبقى كورس مفيد ونبتدي بقى في الكورس ان شاء الله. طيب ندخل في اول محاضرة في الكورس ده، التايتل بتاعها Introduction to Embedded Systems، عايزين نتعرف اكتر يعني ايه Embedded System وبعض الـ examples ليه وهكذا، وايه اللي بيميزه عن الـ systems التانية. طيب اول حاجة نسأل السؤال ده، يعني ايه Embedded System؟ احنا متعودين على الكمبيوتر سيستم، بمعنى انه انا بتعامل مع كمبيوتر وبكتب عليه ابليكيشنز المختلفه، انا ممكن اكتب عليه وورد بروسيسنج ابليكيشن، ممكن اكتب عليه داتابيز ابليكيشن، ممكن اكتب جيم او جرافيكس ابليكيشن، اعمل حاجه بالماتلاب. فيفضل الكمبيوتر كهاردوير اذا جنرال بيربز بلاتفورم، ولكن السوفت وير ممكن احط عليه ديفرنت تايبس اوف سوفت وير. الكلام ده مختلف عن ان انا لما اجي اتعامل مع بورد زي دي كده. في الحاله دي البورد ديت موجهه اكتر، بتبقى تيلورد او متفصله على الابلكيشن اللي هي تستخدم فيها، بمعنى انا لو هستخدم البورد ديت في جهاز معين يؤدي وظيفه معينه، هنلاقي ان البروسيسور هيختار لهذه الوظيفه، الميموري اماونت اوف ميموري اللي هيتحط فيها لهذه الوظيفه، الاماونت اوف الاي اوز او اللي بنسميها الانبوت اوتبوت ديفايسز اللي فيها هتحدد لهذه الوظيفه وهكذا. وبالتالي ان نقدر نتكلم عن الامبيدد سيستم هو عباره عن كمبيوتر سيستم بس في ديفايس ليه ديديكيتد فانكشن. فديت الفرق ما بينه ما بين التراديشنال جنرال بيربز كمبيوتر سيستم. تمام. طيب احنا دلوقتي لما نيجي نقول نشوف اكزامبلز للموضوع ده. اكزامبل الاولاني الفونز او الهاند هيلدز ان جنرال، الفونز او التابلتس، دي كل ده اكبر مثال على الامبيدد سيستم.
هنلاقي ان معظم التابلتس او الفونز السيل فونز سمارت فونز بتبقى فيها ثلاثة انواع من البروسيسور. اولا البورد هنا اللي عليها مالتيبل بروسيسورز، ثلاث انواع. النوع الاولاني بنسميه كوميونيكيشن بروسيسورز، النوع الثاني بيبقى فيه اوديو او جرافيكس بروسيسورز، والنوع الثالث اللي هو ابلكيشن بروسيسور. الكوميونيكيشن بروسيسورز بتبقى مسؤوليتها انها تهندل الحاجات السوفت وير الخاص بالكوميونيكيشن بروتوكولز اللي شغاله على الموبايل. فالموبايل مثلا هيبقى فيه واي فاي، هيبقى فيه جي اس ام او 3 جي او ال تي اي، اي سيلولر حسب السيلولر بروتوكول اللي شغال عليه. هيبقى فيه بلوتوث او ان اف سي اللي هو نير فيرد كوميونيكيشن. المهم هيبقى فيه كل دي كلها كوميونيكيشن الجوريزم بترن على كوميونيكيشن بروسيسور مهيئ لاداء هذا الدور. وبعدين في عندي مجموعه تانية من البروسيسورز اللي هي الاوديو او جرافيكس بروسيسور، ودي زي من اسمها واضح انها مسؤوله عن انها ترن فانكشناليتي ريليتد للاوديو بروسيسنج او الفيديو او جرافيكس بروسيسنج. النوع الثالث من البروسيسور اللي هو بيبقى اقرب للجنرال بيربز بروسيسور شويه اللي هو الابلكيشن بروسيسور، ده اللي بيرن عليه الاوبريتنج سيستم اللي الاكسترنال يوزر بيحس بيه او بيشوفه، وهو اندرويد او اي او اس في حاله الابل او ويندوز فون. وده يمكن اكتر نوع نقدر نعتبره مش جنرال بيربز، لانك انت بتحط على كده ابلكيشن، فده نقدر نعتبره ان احنا بنتعامل مع هنا جنرال بيربز. انما الحاجات الثانيه الاثنين التانيين دول يعتبروا ديديكيتد، البروسيسور والسيركتري اللي حواليه بتبقى ديديكيتد لاداء دور معين. ابلكيشن ثانيه لل كامبيدد سيستمز الروبوتكس. الروبوتكس ليها من الحاجات من السيستمز اللي ليها ابلكيشنز في مجالات مختلفه. في عندي في الاندستري ليها ابلكيشنز كتيره، ليها ابلكيشنز عسكريه كتيره، في يعني هنا مثلا دي ابلكيشن في الفضاء، ليها حاجات سيستمز بسيطه ممكن نستمرها للتويز او حاجه تجربة حاجات سيستم زي كده. في حاجات بتستخدم في الفورمينج، في حاجات كده. عندنا مثلا الاكزامبل اللي هو ده عبارة عن الدرونز او بنسميها مالتي كوبترز، ودي من الحاجات اللي بوبينج اول يومين دول، سواء على مستوى صغير لابلكيشنز مدنية او طبعا زي ما انتم بتسمعوا عن الدرونز العسكرية اللي هي طيارات بدون طيار يعني، او يسموها يو اي فيز. فدي كلها عباره عن ابلكيشن امبيدد سيستمز هنتعرض لها حاجات throughout الكورس ان شاء الله، الكورسات الجايه ان شاء الله. النوع الثاني من في حاله الروبوتكس، احبك الروبوتكس بصفه عامه هي عباره عن مجموعه من السنسورز، حسب طبعا كل واحد حسب الاستخدامات بتاعته، سواء لوكيشن سنسورز او temperature sensors او بي سنس هنا التربه whatever. بس هي مجموعه من السنسورز ومجموعه من الاكتويترز اللي هي موتورات مختلفه، كنترول الجوينتس من كنترول الالتيتيود او الارتفاع بتاع الطياره او سرعتها او هكذا. والبروسيسنج سيستم او الامبيدد سيستم عندي سواء بيمانج السنسورز او بيمانج الاكتويترز اللي احنا بنتعامل معاها او اللي هي. نوع تاني من الامبيدد سيستمز في الاوتوموتيف. الحقيقه الاوتوموتيف من اكتر الاندستريز اللي هي حاليا ديماندنج لامبيدد سيستمز، وفيها يعني العربيه الحديثه هتلاقي فيها عشرات من البروسيسورز ثرو اوت العربيه. في حاجات تبدا من في الانترتينمنت، يعني هتلاقي انك انت عندك عربيات فيها مثلا هنا سي دي او دي في دي وتوصيلات وكل حاجه فيها البروسيسور الخاصه بيها. في عندك موضوع نافيجيشن، جي بي اس نافيجيشن. في حاجات ريليتد لكوميونيكيشن، يعني مثلا اولا عندي سنسورز في العربيه، هلاقي سنسورز علشان اديتكت العربيات اللي حواليا او علشان اديتكت الاوبستكل في الرود.
عندي حاجات خاصيات مثلا related ل زي ما اتفقنا الكوميونيكيشن، او سواء يعني تلاقي عربيات فيها بلوتوث، فيها سواء بتكلم مع خارجيا او بتديتكت مثلا واحد بتديتكت الموبايل اللي مع الدرايفر او كده. زائد ان في كمان بيهايند ذا سين، دي كلها حاجات يمكن باينه شويه للمستخدم، انما بيهايند ذا سين في العربيه الاوبريشن بتاعتها نفسها مليانه كمبيوتر سيستمز، مليانه سواء ميترنج، كل الميترز دي فيها بروسيسنج سيستم، سوري امبيدد سيستمز، سواء اتفقنا كاميرات لديتكت عشان تتكت الرود والعربيات اللي جنبيه، في حاجات عشان ديتكت على عجل عشان اشوف الرافنس او الـ بتاع الطريق، وعلى اساسه بعمل ديسيجنز على حاجات معينه علشان اضمن الاستابيليتي بتاعه العربيه وهكذا. الموضوع ده زي ما بقول موضوع من المواضيع البومينج جدا، لان مثلا كفايه اقول لكم مثلا ان في امريكا قرروا ان ابتداء من سنه 2017 الفي تو في كوميونيكيشن هتبقى مانداتوري في بعض الحالات، الفي تو في اللي هي فيهيكل تو فيهيكل كوميونيكيشن، بمعنى ان ابتداء من 2017 في بعض العربيات هيبقى مانداتوري او اجباري فيها انها فيها خاصيه ان العربيات بتكلم بعضها علشان تجنب الحوادث وحاجات ريليتد لضمان المسافات ما بينهم وبين بعض، تبقى مع مسافات سيف وحاجات زي كده. فزي ما احنا شايفين العربيات متجهه الى حاجات زي سيلف باركينج، ان العربيه ان هي تركن نفسها بنفسها، زائد بقى الفاينل يعني الامل الاخير ان العربيه تبقى ايه بسميها اوتونوموس، انها عربيه بتسوق نفسها بنفسها، وده مش حاجه بعيده قوي على فكره، ونتيجه ان كميه الكمبيوتر سيستمز اللي في العربيه. طيب ابلكيشن تانية اللي هي النتوركينج ديفايسز. النتوركينج ديفايسز احنا عندنا بنتكلم على راوترز، واي فاي، اي بيز، عندي كل انواع السويتشز والحاجات دي كلها، كل دي ار امبيدد سيستمز، كل الحاجات دي هتفولو عليها كل اللي احنا ان شاء الله بندرسه في الكورسات القادمه. عندك البيس ستيشن بتاعت اي وايرلس سيستم، جي اس ام بيس ستيشن او ال تي اي او 3 جي او وات ايفر، دي بيج اريا فور ديفلوبمنت فور سوري فور امبيدد سيستم. في عندك الساتلايت برضو نفس القصه، فدي كلها فيها كمبيوتر سيستمز بس مختلفة عن الجنرال بيربز كمبيوتر اللي احنا متعودين نعمل نبروجرام عليه في حالة اللي هو ديسكتوب ابلكيشن. طيب اكزامبلز اخيرة اللي هي بتتكلم على اي جادجت، كل الجادجت احنا بنتفرج عليها او بنتعرض لها سواء كاميرات ديجيتال كاميراز، كام كوردرز، جي بي اس ريسيفرز، تي فيز، تي في ساتس، ام بي 3 بلايرز، دي اللي هي جوجل جلاس، معرفش تعرفوها ولا لا، برضو دي من الحاجات البوبينج دلوقتي، كل دي يوز ا لوت اوف بروسيس امبيدد سيستمز. ومش بس كده، احنا عندنا الامبيدد سيستم بيبقى فيه حاجات ريليتد للديسبلاي وكده، وفي الاوبريشن يعني تثبيت الاضاءه في الكاميرا، حاجات كتيره جدا كلها العمليه بقت كلها محتاجه اللي هي تعتبر امبيدد سيستم. طيب كويس قوي، يبقى احنا اتعرفنا على مجموعه من الابلكيشنز في الموضوع ده، عايزين بقى نشوف طب فرق دي ايه بينها وبين السيستمز العاديه. خلاص عرفنا انها ديديكيتد بيربز هاردوير كده، بس انا كديفلوبر هيفرق ايه اللي بشوفه مختلف في الامبيدد سيستم؟ اول حاجه ان انا بشوف ان عاده الامبيدد سيستمز بتبقى كونسترينت ان هاردوير ريسورسز، بمعنى انا لما ببرمج على كمبيوتر عندي شاشه كبيره، عندي بروسيسور قوي، عندي ميموري كده، فنشوف ايه الحاجات اللي فرق. البروسيسنج مثلا، البروسيسنج على الكمبيوتر ما فيش مشكله، اجيب بروسيسور قوي جدا بيسحب باور عاليه جدا، احط لهم هيت سينك كبير ومروحه و و و، ده مش اوبشن في حاله الامبيدد سيستم. لو انت عايز تحط بروسيسور جوه راوتر او بروسيسور جوه روبوت او هكذا، ما عندكش الاوبشن ده. الحاجه
ساعات كمان عشان البروسيسور ده غالي، فانت بتعمل امبيدد سيستم، ساعات الامبيدد سيستم بيبقى صغير ومش تقدرش تحط فيه بروسيسور كيبل زي البروسيسور اللي انت عندك في الديسكتوب. حاجه تانية الميموري، ميموري عندك على الكمبيوتر بنقيسها بايه؟ نقول ده 4 جيجا بايت رام او 8 جيجا او ايفن مور. احنا الكلام ده مش موجود خالص في امبيدد سيستم، يعني في معظم الابلكيشن، في معظم الابلكيشن العمليه ليميتد جدا برضو نتيجه الكوست برسبكتيف، سعر البورده في الاخر، او نتيجه انك انت الباور كونسومشن عايز مش عايز تسحب باور عاليه، او نتيجه اسباب، او السبيس عايز حجم الديفايس، مش بتكلمش على تاور كبير كده. ففي حالات كتيرة جدا ما عندكش الميموري دي، احنا بنتكلم على ميموري في حالة كده، بنتكلم على مثلا 64 ميجا بايت او حاجة زي كده. طبعا ديبيندز، انا لو بعمل حاجة صغيرة خالص فيها الابلكيشن ليميتد 4 ميجا بايت او 8 ميجا بايت. برضو بالنسبة للستورج على الديسك توب ابلكيشن بتعامل، ما يهمنيش الداتا، اماونت الداتا اللي انا بستور، لان ما يهمنيش حجم الباينري بتاعي قد ايه، لان انا معايا هارد ديسك ان هاندرد اوف جيجا بايت او تيرا، او حتى توصل لتيرا بايت او 2 تيرا بايت. ده طبعا رقم كبير جدا بالنسبه للامكانيات اللي هتبقى عندي في معظم الامبيد سيستم اللي احنا شفناها قبل كده، دي شفنا الاكزامبلز قبل كده. same about power، حاجات كتيره جدا من الامبيدد سيستم are battery operated، وبالتالي يهمني جدا ان انا اعرف انها بتسحب باور قد ايه. يعني example الموبايل او اي كل معظم الابلكيشن احنا اتكلمنا عليها ديت. فطبعا يهمني جدا الباور كونسامشنز بتاعتي، وده هيأثر عليا في حاجات وانا بتعامل وانا بكتب الكود بتاعي بتأثر معايا. او بقى الحاجه الثانيه ديسبلاي، في حاجات من اللي احنا خدناها حتى ما فيهاش اساسا ديسبلاي، يعني الامبيدد سيستم اللي جوه روبوت مش هنلاقي جنبه مونيتور، في حاجات فيها ديسبلاي صغيره زي الموبايل او كده. طبعا دي ناثينج كومبيرد للديسبلاي اللي موجوده في الكمبيوتر سيستم. انبوت اوتبوت ديفايسز نفس القصه، الديسكتوب ابلكيشن عندك الفاسيلتيز اوف اوكي انا عندي ماوس، عندي كيبورد، عندي لا بلا بلا، كل ده مش موجود في امبيدد سيستم، فالعمليه ليميتد كده. طيب فوق كده بقى في مشكله ثانيه، وهي ان الامبيدد سيستم عاده الابلكيشنز بتبقى ديماندنج اكتر من الديسكتوب ابلكيشنز معظم الاوقات. يعني معظم الديسكتوب ابلكيشن اللي انت بتتعامل معاها مثلا بتكتب وورد بروسيسنج وورد ولا حاجه كده، انت بس عايز سريع، سريع للانسان يعني الواحد يبقى بتاعه اليوزر. انما احنا في حاله الامبيدد سيستم انا بيبقى عندي كونسترينتس اكتر بكتير، سواء على الليتنسي بتاعتي، بمعنى ان انا اي هاف تو فينيش مثلا، لازم استلم الباكت في كده وفي خلال 5 ملي سكندز لازم الحق اكون خلصت بروسيسنج عليها وفورورتها علشان اخد استلم اللي بعدها. برضه روبوت بيتحرك بسرعه معينه لازم اخد اقرا السنسور انفورميشن والحق بروسيس ات وكنترول الموتور علشان اكت بسرعه قبل ما تبقى تو ليت. وبالتالي الكونسترينتس عندي، يبقى انا عندي الهاردوير سيستم از ليميتد والديماندز عليه بتبقى اكتر من معظم الابلكيشن اللي احنا بنعملها على الديسك توب. طيب الحاجة الثالثة ان انا كديفلوبر بلاقي ان في اسوسيشن قوية بين الهاردوير والسوفتوير، بمعنى اللي بيكتب سوفتوير على امبيدد سيستم ما ينفعش كده يقعد يوم كاتب حاجة وهو مش عارف امكانيات البوردة بتاعته ايه، لا، لان انا ببقى محتاج تفاصيل كتيرة جدا. زي ما اتفقنا ان زي ان يكون بعمل بفصل السوفتوير على الهاردوير اللي قدامي، بيفرق في تفاصيل كتيره جدا، نوع البروسيسور ايه، البروسيسور ده ليتل انديان ولا بيج انديان، هنتكلم على التفاصيل ديت لو الكلمه مش متعرضتلهاش قبل كده. هيفرق معايا انا عندي ميموري قد ايه، هيفرق معايا الميموري ماب بتاعت الميموري دي عامله ازاي. ففي حاجه ايه، انت كلوزر كديفلوبر، كلوزر للهاردوير عن الديفلوبر اللي هو بيقعد على كمبيوتر مش فارقه معاه، يمكن بس يعرف هي ايه فيري هاي ليفل سبيكس للجهاز اللي بيتعامل. اوكي ماشي، اوكي عرفنا خلاص الفروق ما بين الامبيدد سيستم وما بين
الديسكتوب او الجنرال بيربز بلاتفورم. يفرق احنا معانا ايه الكلام ده؟ انا كديفلوبر يفرق معايا ايه؟ يفرق معايا ان انا كديفلوبر هعاني من كل الكلام ده، انا هبقى لازم اهندل كل التفاصيل دي، كل الاختلافات دي. انا اللي المفروض ان انا الكود بتاعي مور افيشنت، الكود الفوت برنت بتاعته اصغر بتاع الباينري، يعني الكود بتاعي لما ابلده يطلع صغير. فساعات اضطر استخدم لايبرريز محدود، فانكشناليتي بتاعتها محدوده شويه علشان ما يطلعش الاكسكيوتبل بتاعي ضخم ما يقدرش يفت على الفلاشه اللي عندي على البورد. الكود زي ما اتفقنا ان انا عندي مطلوب مني اخلص حاجه بسرعه معينه، لازم الكود يبقى افيشنت. بعمل حاجات عمري ما كنت هفكر فيها وانا بعمل ديسكتوب ابلكيشنز. فهنلاقي في شويه تفاصيل وهنتكلم عليها في وقتها ان شاء الله، ان انا براعيها وانا بعمل امبيدد ديفلوبمنت عن ان انا بكتب ديفلوبمنت على بي سي عادي. الحاجه الثانيه ان انا زي ما اتفقنا اي هاف تو نو مور اباوت ذا هاردوير، لازم اعرف انا بتعامل الهاردوير اللي بتعامل معاه ايه، لان انا الديباجنج تولز بتاعتي تبقى كلوزر تو ذا ميثود. يعني داتا اكسبريشن بيتقال ان انا لما اجي اعرف بدل ما العمليه مجرد بحط بريك بوينتس وفي الكود وكده وبعدين مثلا اشوف حاجات هاي ليفل، لا العمليه انا لازم اخش ساعات بضطر ان انا اعمل بوصل على الهاردوير على جي تاج ديباجر، وهنتكلم عليه في وقته باذن الله، وحاجه زي جي بي اي اوز او اللي اسمها جنرال بيربز انبوت اوت بوت بينز على الكارتة، بتعامل مع ريجسترز دايركتلي، فبلاقي ان انا بتعامل مع لو ليفل للهاردوير بتاعي. فعشان كده دي بتفرق بالنسبه باختلاف ما بيني وما بين الديفلوبر اللي هو بيكتب على كمبيوتر. السبيشال اتنشن تو باور كونسامشن، دي برضو نقطة مهمة جدا، ان في ابلكيشنز كتيرة جدا هنلاقي ان الباور كونسامشن ده حاجة مهمة جدا. يعني مثلا في حاجة اسمها بروتوكولز كوميونيكيشن، في حاجة اسمها سليب مود، ان انا البروسيسور بتاعي بحطه في سليب مود ومعظم الوقت لغاية ما يجي حاجة مطلوبة منه يعملها يرجع يصحى تاني عشان اسيف باور. في حاجات ان انا مثلا بمونيتور اللود اللي على البروسيسور، ولو لقيت اللود اللي على البروسيسور قل اعمل ايه؟ اقوم مصغر الكلوك ريت اللي داخله للبروسيسور، اصغر الكلوك ريت اللي بحيث ان انا ما اسحبش باور عالي، وبعدين الاقي اللود زاد فازود الكلوك ريت. يبقى ودي برضو هنتعرض لها في حاجات، واللينكس بيسبورت الفيتشر دي. فلازم ابقى مونيتورنج جدا للباور كونسامشن في بعض، في معظم الحقيقه معظم الابلكيشنز اللي انا بستخدمها في الامبيدد سيستم. طيب في حاجه بقى رئيسيه كمان جدا في انا كديفلوبر بتعامل معاها مختلفه عن الديسكتوب. لو انا بكتب حاجه على كمبيوتر، بكتب برنامج على كمبيوتر، هعمل ايه؟ هكتب هديفلوب الكود بتاعي على الكمبيوتر، كومبايله، هران سم تيست كيسز يونت تيست، هديباج الكود بتاعي واشوف واصلح ولا اصلح فيه، هران البرنامج بتاعي على نفس الكمبيوتر، عايز تحسينات ولا حاجه اصلحها على نفس الكمبيوتر، وفي الاخر ديبلوي على نفس الكمبيوتر او على كمبيوتر مشابه. فاذا السايكل كلها، الديفلوبمنت سايكل كلها لغايه الديبلويمنت كلها بتحصل على كمبيوتر، ممكن ده او واحد شبيه بيه. المهم ان انا يعني كني بديفلوب على نفس البلاتفورم اللي هيرن عليه البرنامج. الكلام ده ما عنديش الامكانيه ديت في حاله الامبيدد سيستم. ليه؟ لان انا كامبيدد سيستم معايا ده البورده اللي انا هيرن عليها البرنامج في النهايه. مش معقول هقعد احط البورده دي قدامي واوصل عليها كيبورد واوصل عليها مونيتور واكتب كود عليها، فاكيد مش هديفلوب عليها. مش معقول هرن الكومبايلر عليه، لان هي اساسا احنا لسه بنقول البروسيسنج ضعيف كبروسيسور اضعف، فمش هرن الكومبايلر عليه. مش هقدر الديباجنج غالبا انا هديباج اكسترنال. هلاقي ان عشان كده عندنا حاجه مهمه جدا هنا في حالة الامبيدد سيستمز، ان الديفلوبمنت انفايرمنت مختلفة عن
التارجت انفايرمنت. التارجت انفايرمنت بتاعتي هي البوردة اللي انا هتعامل معها واسميها دايما التارجت. انما الديفلوبمنت انفايرمنت عندي اللي هي بسميها عن الهوست. يبقى انا دايما هلاقي نفسي بكتب الكود وبكمبايله وبعمل كل حاجه على الهوست بتاعي على الكمبيوتر، وبعدين ايه، وبعدين اقوم منزل السوفت وير ده على البورده وابتدي ارنه على البورده. دي بتخلي بتتطلب مني ان يبقى عندي تولز مخصوصه بنسميها كروس بلاتفورم تولز. الكروس بلاتفورم تولز او كروس بلاتفورم ديفلوبمنت او ديباجنج تولز، يعني عندي كومبايلر بيرن على على الكمبيوتر بتاعي اللي هو شغال بانتل بروسيسور، بس في الاخر هو مش بيكومبايل الكود عشان يرن على انتل بروسيسور. هو صحيح الكود بيكومبايل هنا، بس هو بيتظبط بحيث ان هو ايفنشلي هيرن مثلا على البروسيسور اللي في التارجت، اللي هو مثلا ممكن يكون ارم، ممكن يكون ميبس، ودي كلها بروسيسور هنتكلم عنها ان شاء الله برضو في حينه ان شاء الله. ف دي تولز احنا ما بنتعرضلهاش في الديسكتوب ابلكيشن، وبالتالي بيتكون عندي ما يسمى بالكروس بلاتفورم ديفلوبمنت. فدي حاجات، مجموعه من الحاجات حبيت الاول الواحد يتعرف على الامبيدد سيستم ويبقى عارف ايه الفروق ما بين الامبيدد سيستم والديسكتوب ابلكيشنز او الديفلوبمنت على الديسكتوب، بحيث ان الواحد يتوقع ايه الايشوز اللي ان شاء الله هنتعرض لها. طيب احنا كده خلصنا اول لكتشر في اول كورس، تعرفنا على حاجات أساسية عن يعني إيه embedded system، إيه الفروق ما بينها وما بين السيستمز العادية، examples ليها، أنا كديفلوبر يفرق معايا إيه، إن الاختلافات دي تفرق معايا في إيه. المحاضرة الجاية إن شاء الله المفروض نبتدي نخش نعرف نتعرف شوية على، ندخل شوية جوه الامبيدد سيستم اللي عم تعمل معاه، ونتعرف شويه على الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل وايه دوره في السيستم بتاعي، وبعدين ايه انواعهم، ايه الاوبن سورس، وهكذا. فده ان شاء الله اشوفكم بقى المحاضره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.